أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن وحدات الإنقاذ وقاطرة الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة التي جنحت خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام. جاء ذلك خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث. ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشددا على أن قناة السويس لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.